محققك أن تم تعيين مدير لتدبير المحطة الطرقية الجديدة من طرف شركة النقل سريف الذكر، وسيتم قريبا فتح هذا المرفق أمام المرتفقين. من جانب ثاني تم إرسال اتفاقية شراكة والتعاون التي تجمع جماعة العرائش لوزارة الثقافة إلى السيد الوزير الثقافة قصد التوقيع في أفق تنفيذها. وبالنسبة لمقرر اقتناء سينما أبي نداء فقد تم توقيع العقد النهائي بين الجماعة ومالك الأصل التجاري، وأصبحت سينما أبي نداء ملكا للجماعة. وبالنسبة لمشروع اتفاقية شراكة مع الطبيب في القطاع العام للقيام بمهام تتعلق بالمكسب الجماعي لحفظ الصحافة هي في طور تأشير من طرف سلطة المراقبة. أما بالنسبة لاتفاق تحامل تدبير الشاطئ ومشروع اتفاقية تدبير الشاطئ بين جماعة العرائش ووزارة تجهيز النقل ووسائل اللوجستية والماء، فقد تم إنجاز كل الدراسات الطبوغرافية وتجهيز جميع الوثائق اللازمة للتنسيق مع الأقسام المختصة بالجماعة والمديرية الإقليمية للتجهيز. وبالنسبة لميزانية السنة المالية 2019 فقد تم التأشير عليها والمصادقة عليها من طرف سلطات المراقبة. فيما يخص أنشطة رئاسة المجلس فقد تم استدعاء الرئيس لحضور أشغال الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للحكومات والجماعات المحلية بمراكش، كما حضر السيد الرئيس مجموعة من الاجتماعات في عمارة العرائش لها علاقة بالتعمير والتأهيل الحضاري. كما توصلت الرئاسة بحوالي 138 طلب في شأن دعم الجمعيات بناء على الإعلان الذي تم إشهاره من طرف الرئاسة بمختلف الإدارات العمومية للجرائد الإلكترونية. كما توصلت الرئاسة بعدد من الملفات القضائية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم تكليف دفاع الجماعة للقيام بالمتعين. كما توصلت أيضا الرئاسة بعدد من الشكايات، منها ما له علاقة باختصاصات الجماعة ومنها ما له علاقة بخارج اختصاصاتها، وأحيلت على الأقسام المعنية لمباشرة مضمونها بالتنسيق مع السادة النواب. وتم في هذا الإطار إعداد وحدة لتلقي الشكايات المواطنين والمرتفقين بالجماعة. وبناء على دورية السيد وزير الداخلية حول التعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام تعويضات عن المسؤولية، تم الإعلان عن مباراة مدير المصالح، وتمت المباراة وفق ما ينص عليه القانون المنظم لها، وأعلن السيد شفيق شرقاوي من طرف لجنة امتحان مدير للمصالح. كما عقدت رئاسة المجلس اجتماع يوم 11 دجنبر 2018 مع مسؤولي مؤسسة التعاون الدولي الألماني حول تعيين عمل مشروع جماعة مواطنة الذي يمتد إلى سنة 2021، وتم الاتفاق على خارطة الطريق لإعداد دليل المساطر وإخراج مطويات المساطر الأكثر تداولا. كما شاركت رئاسة المجلس في يوم دراسي بتاريخ 13/12/2018 حول موضوع دور الفضاءات التاريخية في تنمية السياحة المستدامة، نموذج الفضاء التاريخي للسوق الصغير بشراكة مع جماعة العرائش وحكومة الأندلس وبلدية ويلفا وبلدية خين والصندوق الأندلسي للجماعات من أجل التضامن الدولي وجمعية الخصبة والوكالة المحلية للتنمية. كما حضر رئيس المجلس اجتماع التي حضر كل من السيد باشا والمدير الإقليمي للصحة ومدير المستشفى الإقليمي للمريض قصد إنشاء بناية للطب الشرعي بالعقار الكائن بمقر المستشفى. كما قامت رئاسة المجلس بالتنسيق مع معهد باستور من أجل استطوال وتجويد عملية محاربة الحشرات الضارة. كما عقدت رئاسة المجلس عدة اجتماعات مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للصحة قصد تعيين لجنة مختصة بمراقبة المطاعم والفنادق لتراب هذه الجماعة. كما قامت رئاسة المجلس بتوقيع عقود تفويت القطعتين 1 و2 التابعين للرسم العقاري 36 على 14293 لفائدة شركة العمران، والقطعة الأرضية للسد العربي ما بين المقبرتين من طرف الموثق ورئاسة المجلس. وبالنسبة لتحفيظ العقارات الجماعية قامت رئاسة المجلس بإعداد تصاميم طبوغرافية لتجزئة نهضة 1 وتجزئة نهضة 2 وإيداع طلبات تحفيظ لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. وتمت إحالة الحكم القضائي عدد 84/1544 والقرار عدد 1/464 على السيد المحافظ على الأمن العقارية قصد تسوية الوضعية القانونية لتجزئتي الكلية والرحمة وجزء من تجزئة الوفاة. كما شاركت رئاسة المجلس في مجموعة من الاجتماعات بمقر العمالة قصد إعداد مشروع قرار يقضي بتخطيط حدود الطرق العامة وتعيين القطع الأرضية المراد نزعها وملكيتها لإحداث ساحات وممرات وطرق عمومية لأجل تأهيل دور الرقادة. كما سهرت رئاسة المجلس على تحيين سجل محتويات الأملاك الخاصة الجماعية وإعداد كناش تحملات جديد لكراء المحلات التجارية طبقا لملاحظات لجنة التفتيش، وتعديل كناش التحملات الخاص باستغلال محطات وقوف السيارات والدراجات النارية والعادية. كما قام رئيس المجلس بعقد اجتماع حضره ممثلي جمعية أربار المقاهي من أجل تدارس الإشكالات
المتعلقة بتحديد سعر النسبة المئوية للمشروبات وشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. وقامت رئاسة المجلس بإنجاز الصفقة المتعلقة بالتاريخ المحلي للموقع الأثري لكسوس وهي في طور التنفيذ. كما قامت بالإعلان عن صفقة تهيئة الطريق المتممة لشارع مولاي إسماعيل والمؤدية إلى المدرسة البحرية وهي في مراحل ما قبل التنفيذ. كما تم تجهيز طريق المنار وشاطئ ميامي بخط الزانين للصف الصحي والعملية في طور التنفيذ. وتم تنفيذ أشغال الصفقة المتعلقة بإصلاح وصيانة مقابر سيدي علان بن أحمد وسيدي العربي ولي المنانة. تجهيز شارع جاكرتا وشارع عمر بن نافع وحديقة الكلية بتجهيزات الإنارة العمومية. وتم تجهيز الشوارع المفتوحة حديثا بتزيادة تجهيزات الإنارة العمومية وهي في انتظار تركيب عدد جديد من أجل الشارع. وفي مجال الدراسات قامت رئاسة المجلس بإعداد دراسات متعلقة بتهيئة وإصلاح بعض ساحات وطرق وحدائق المدينة بشعبان واحد وشعبان جوج وساحة شهداء وعقبة كوري. وإعداد دراسة من أجل تحويل المشتل إلى منتزه لامبيكا واستحداث حديقة بمكانه. في مجال صيانة الإنارة العمومية تم تسجيل أزيد من 400 شكاية حول الأعطال الحاصلة بتجهيز تجهيزات الإنارة العمومية إضافة إلى غيرها المقدمة شفويا في لحظات المداومة. وتم التدخل بشأنها جميعا ودون تأخر لما للإنارة من أهمية خاصة في أمن وسلامة المواطنين. كما تم تعزيز فرقة المداومة بعناصر أخرى للطوارئ الخاصة في المناسبات كرأس السنة والأيام التي تسوء فيها الأحوال الجوية. وفي مجال صيانة الطرق والساحات العامة تم إحصاء الحفر والانهيارات بالمدينة وتم إصلاحها من طرف مصلحة الصيانة أو التنسيق مع الأراضي بالنسبة للتي ناتج عن تصرفات الصرف الصحي. كما تم التدخل في عدد من المجالات الأخرى وإنجاز مجموعة الأشغال في الصباغة والحديدة والبناء والتشديد وغير ذلك. إضافة إلى التتبع اليومي للتدبير المفوض الخاص بالمناطق الخضراء والمبرمجة في كنانيش التحملات بين الجماعة والشركتين المفوضتين والحرص على سيرهما وفق الشروط السليمة، وهو ما يظهر جليا من خلال نتائج محصلة حيث باتت الحدائق في المدينة متألقة طيلة العام ولا يتوقف الشغال بها سواء كان تجهيز أو صيانة أو غرزة. كما تم التفات إلى الحدائق الواقعة بأحياء سيديجي خلف المحكمة الابتدائية، حدائق المغرب الجديد والحدائق المحادية لمقر شركة العمران بوغاز. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.